لمنع قطع الكهرباء استدعاء محافظ البنك المركزي لتوفير 200 مليون دولار. طبعا الدنيا مقلوبة من الصبح ان فترة تخفيف الاحمال ممكن تزيد من ساعتين لتبقى 3 أو 4 ساعات، وده طبعا في نفس الوقت اللي الدولة المصرية فيه بتكثف جهودها لحل تلك الأزمة وتخفيف أثرها على المواطن المصري. في الأيام اللي فاتت كان في اجتماع من الحكومة ضم وزيري البترول والكهرباء لبحث ملف أزمة الكهرباء وتخفيف الأحمال، وتحديدا تم وصف الاجتماع ده بالفارق في أزمة الكهرباء وتخفيف الأحمال، واللي للأسف مستمرة من شهور وما زالت الدولة بتبذل جهود كبيرة لحل المشكلة ديت. بنتمنى فعلا ان يكون في حل جذري للمشكلة ديت، خصوصا ان احنا داخلين على امتحانات الثانوية العامة واللي هيبقى الوضع صعب جدا على الطلاب بالمنظر ده، غير ان في ناس كتير مريضة بامراض الصدر وامراض التنفس والجيوب الانفية غيرها من الامراض، فهيبقى صعب جدا قطع النور لفترات طويلة من الوقت، خصوصا ان احنا بنمر بموجة حارة صعبة جدا.